تسأل سماحتكم عن صحة مجموعة من الأقوال وتسأل هل هي أحاديث. القول الأول صوموا تصحوا، هل هذا حديث؟ نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، حديث صوموا تصحوا ولا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. النظافة من الإيمان، كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النظافة من الإيمان، لكن حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناها جاء في أحاديث أخرى، هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف، النظافة من الإيمان، ولكن ليس سنده صحيحا، ولكن في المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعاب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في وجه أمته لما عرضت عليه وجه أمته القذاة يخرجها الرجل من المسجد. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وشرع الغسل من الجنابة وعند الذهاب إلى الجمعة وتغسيل الميت، كل هذا من فيه نظافة وفيه معنى آخر من التطهير. المقصود أن الأدلة الشرعية دلت على شرعية النظافة من الأوساخ، وأن المؤمن لا يدع الأوساخ في ثيابه وبدنه بل يزيلها، وهكذا في الطرق يزيل الأذى عن الطريق لئلا يتأذى المسلمون بذلك. نعم جزاكم الله خيرا.